السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا في هذا المقطع ان شاء الله راح اعرفكم على هذه القطعة. زين، طبعا هذه القطعة تسمى سبري كانتول، زين، امريكية صراحة تباع عندنا في الامارات. سعرها تقريبا ما بين $5 الى $10 تقريبا. زين، انت وش طابتك؟ طبعا هذه أمانة راح تجنبك انك تستخدم اصبعك مباشرة اثناء رش هذه العلب. زين، طبعا طريقة الاستخدام سهلة، راح تركبها بهالشكل من فوق. زين، وبعدين راح تضغط، وايضا طريقة الازالة ايضا سهلة. زين، طبعا فيها مثل الضاغط هني، وهذا موجود. زين، يضغط على الرأس. طبعا الجيد فيها ان تركب على هذه الاشكال من الرؤوس، اما هذه الاشكال زين راح تكون صعبة، او انك ممكن راح تحتاج انك تبدل الرأس، يعني تاخذ رأس علبة منتهية. واذا قدرت، زين، اذا كان نفس الفتحة هذه، زين، راح تركبها. إذا قدرت، زين، راح تركبها هني وتستخدمها. زين، أما على هذا النوع ما راح يركب صراحة، فحاول إنك تشوف لك طريقة تبدل فيها الرأس. طبعا طريقة التركيب بهذا الشكل، يركب، تشوفون هذه الأطراف المجوفة، يركب بهذا الشكل. زين، تركب هذا الشكل، بعدين تضغط عليه، زين، من الأسفل وراح يركب. زين، هذا الشكل، أوكي. بعدين طبعا هتضغط على هذا أو الزناد هذا بلاستيك، والزناد هذا راح يضغط على الرأس، وبالتالي زين ما راح تضطر انك تحط اصبعك، توسخ اصبعك، سواء كنت تستخدمه في صبغ، في علبة رش، زين، في اي شيء راح يخدمك. فقط المهم مثل ما قلت لكم ان الرأس زين يكون بهالشكل. ما حصلت بهالشكل عليك انك تستبدله، لان ما راح يركب. زين، زين، ما راح يركب على هذه الأنواع. زين، ما راح يركب لأن الرأس هذا كبير، فقط على هذه الأنواع. زين، يعني إما إنك تستبدل الرأس هذا، تشيله تخلعه وتركب رأس مناسب على الحفرة صراحة. زين، إن شاء الله يكون مناسب. ممكن، ما أعتقد إن هذا رأسه شوي، هذا كبير وهذا صغير. زين، ودبر حالك، سواء كنت تستخدمه في علبة صبغ، زين، علبة رش. زين، تلاحظون هذه أيضا الرأس صغير، علبة رش. زين، راح يركب معك، تلاحظون. قطعة جميلة، وراح تفيدك أيضا تحافظ على نظافة يدينك من تلوث او اتساخ من هذه العلب. زين، صنع امريكي، ميد ان USA. اوكي، جميلة صراحة، عجبتني، واسمها كان جن. زين، ميد ان USA. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.